القضاء العسكري، تم التحفظ على الشكوى لحتى الآن. توجهت آخر إشي لمحكمة العدل العليا بعد سنة وثمان شهور، أنصفتني المحكمة وأبلغتني بالقرار اللي موجود معي أنه أنت فصلك غير قانوني وغير مهني وغير إداري. وهذا الكتاب هو ليس كتاب فصل من الأخ أحمد عساف، ولكن هاي توصي بالفصل وهي غير رسمية. من 10/7 سيادة الرئيس حتى يومنا هذا راتبي مقطوع، ساكن بالقدس، بدفع 2000 شيكل أجار، عندي مرض مزمن، بأخذ كيماوي كل أسبوع، بأخذ جرعة، عندي عائلتي، عندي قرض 40-45 ألف دولار من بنك القدس، وعندي كفلاء ووضعي صعب جدا. ناشدت الجميع، والأخ أبو بشار ماجد فرج أيضا بيعرف هذا الموضوع، حكى لي استمر بالقانون ولنشوف القانون شو بيعمل. أخذت القرار، توجهت لكل المؤسسات ولا حدا أنصفني، ورحت للتلفزيون جلست مع المستشار القانوني. المستشار القانوني حكى لي بما معناه أعلى من خيلك اركب، وهذا قرارك أنا بحطه في زبالي. اليوم أنا عاطل عن العمل. والقرار من عساف بالتوصية ولا نعم بالفصل. القرار من الأخ المشرف أحمد عساف بالتوصية بالفصل. اللجنة كانت توصية لديوان الموظفين. ديوان الموظفين شو هاد؟ ديوان الموظفين ختم على الورقة اللي عطوها من التلفزيون وهو عطاني إياها. هلا ديوان الموظفين قرر فصلك؟ الديوان ما قدر فصلي، الديوان وقع الورقة اللي من المشرف العام فقط، ما أعطاني كتاب فصل رسمي. أنت شو بتشغل بالتلفزيون؟ أنا سيادة الرئيس أنت تعرفني معرفة شخصية وبتشوفني تعرفني، أنا بشتغل مخرج أخبار وبرامج، أنا اللي ببث برنامج ملف اليوم على الهواء والنشرات الإخبارية الرئيسية، النشرات اللي بتكون جسمي ثقيلة جدا وبكون وضعها قوي. طيب بكرة احكي مع سعيد على الساعة 12 الظهر. تمام. وأنا بشوف بتابع الموضوع وبعطيك. طيب سيادة الرئيس بس ملاحظة بأسف جدا، أنا ما معي الأخ رقم مكتبك، قطع عليهم عملوا لي بلوك واسمي. لا سعيد اللحام قل له أنا كلمت الرئيس البارح وقال لي أحكي معك على أساس حولني للرئيس، أنا بحكي معك. طيب كيف بدي أوصل للأخ سعيد؟ بتليفونه. ما عندك تليفونه؟ لا ما عندي تليفونه. أوكي أنا كصحفي بجيب تليفونه، ما في مشكلة. انا كصحفي سياده الرئيس بجيب تليفونه، سهل جدا اجيبه. جيب تليفونه بس وقول له انا حكيت مع الرئيس وقال لي انه احكي معك بكره ان شاء الله. وسياده الرئيس ملاحظه اخيره بديش اطول على حضرتك وعلى سيادتك، قد الجهه الاخرى اللي ممكن حضرتك تتابع الموضوع يبعثوا لك او يحكوا لك انه لا احنا عندنا اشياء ثانيه، انا عندي اشياء وعندي ادانات. حبيبي ما بدي اسمع منك ومنهم. ايوه اسمع منك لحالك بالضبط، وانا على اسمع منك ومنهم بعدين اشوف. جميل، وانا على استعداد للمواجهه. لذلك قلت لك الساعه 12 يعني انا بدي اسمع من الطرف الاخر. تمام، تكرم عينك، بارك الله فيك وشكرا لك. الرقم تبع سعيد تفضل اعطيني. 0562 اها 11 ايوه 7777 47. تكرم عينك سياده الرئيس. 47 قول له الرئيس اعطاني رقمك ان شاء الله. شكرا لك. بكره بقى بشوف. الله يحفظك. ما نصفك اذا انت مظلوم. والله يا سياده الرئيس انا بتمنى انصافي، ما بدي انك تجي معي، بدي الانصاف. هذا هو بدي. انا احنا يعني رح نظلمك؟ انا رح اظلمك؟ اكيد لا، ما انا ليش لجأت لإلك؟ لانك اب لكل فلسطيني اين محل واين مرتاح. لا 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 انا ما بظلمك، اذا كان لك حق بتاخذه وبسأل شو الموضوع ويعني. الله يحفظك يا رب، شكرا لك وربنا يعطيك الصحة والعافية. ولا يهمك ولا يهمك. الله يحفظك. يعني تحكيش كلام هون وهون وهون تكبر المشكلة. خليك هذه. ماشي حاضر. صحيح. اوكي. تكرم عينك ولا يهمك. الله يحفظك يا رب ويعطيك ألف صحة، مع السلامة. تمام. في شو فين في حين زلمة حكى كلام ممكن.